إذن أنتقل وإياكم إلى موفدنا محمود الجماس من داخل الموصل. محمود أهلا بك، أين أنت تحديدا الآن وما هي آخر المستجدات فيما يتعلق بحريق الحمدانية؟ أهلا زميلتي، كل التحايا لك. أنا الآن من أمام بجانب مجمع المستشفيات، المستشفى الجمهوري ومستشفى الحروق. الإحصائية قتيل والجرحى، يعني هو تجاوز عدد الجرحى المفاوت. هنالك جرحى لم يصلوا المستشفى، هنالك في مستشفيات المدينة عموم ما يقارب 30 حالة. بعض الجرحى تم إصدار جوازات لهم لنقلهم إلى خارج العراق بحسب المعلومات التي وصلتني. عموما أما الحالات فتتراوح نسبة الحروق ما بين 30% فما فوق وصولا إلى 90% من الجسد، وهذه الأخيرة هي حالات شديدة الخطورة جدا، هم داخل العناية المركزة. ويضاف أيضا أن بعض الحالات تعاني من الحرق والاختناق، الاختناق بسبب الغاز الذي نتج عن الحريق وانفجار خزانات أجهزة التبريد، هذا أيضا أثر عليهم مما تسبب بفشل رئوي. تقريبا 6 حالات تعاني من الفشل الرئوي وهي في العناية المركزة. عموما هذا هو الملخص الطبي للحالات الموجودة في المدينة. أما تداعيات الحادثة، اليوم أعلن الدفاع المدني في نينوى عن حملة كبيرة وشديدة لإغلاق جميع المقاهي والأماكن والمرافق التي يجتمع فيها الناس، مطاعم، قاعات، منتزهات، أي مكان فيه مواد كرفانية أو ما يسمى بالساندويتش بانل ومخالفة لشروط السلامة العامة ستغلق بشكل نهائي حسب توجيهات رئيس الوزراء. يضاف إلى ذلك أن الدفاع المدني أكد المعلومات التي تداولتها بعض الأوساط بأن الأرض ليس لديها، أن صاحب القاعة ليس لديه موافقة من الدفاع المدني، والأرض التي بنيت عليها القاعة هي أرض تجاوز تابعة للدولة، ولم يقدم الدفاع المدني أي موافقة رسمية لهذه القاعة بشأن فتحها، مما يعني أن هنالك لغط كبير. النائب محاسن حمدون عن نينوى قالت في حديث خاص للتغيير أن قائم مقام القضاء لم يعطي الموافقات لصاحب القاعة، ولكنه يعني لم يتحدث عن موضوع بنائها أو أجبر على السكوت خوفا من جهات لم تسميها، قالت جهات، خوفه من جهات متنفذة. هذا ما ورد على لسان النائب محاسن حمدون. أيضا تداعيات حريق القاعة أثار موجة في الأوساط المدنية والناقدين والمهتمين بشأن المدينة حول موضوع المؤسسات الكرفانية، لأن مستشفيات المحافظة 8 مستشفيات فيها هي كرفانية، نقل المرضى من قاعات كرفانية احترقت إلى مستشفيات كرفانية، هنالك مدارس كرفانية، هنالك مؤسسات للدولة نصفها تقريبا كرفانية. هذا الأمر أثار موجة من الاستياء مما أجبر ناشطي المدينة على القيام بوقفات احتجاجية كانت عصر اليوم والتغيير واكبتها، أيضا كانت خلفي تقريبا على بعد 200 متر، طالبوا بإنهاء ملف المستشفيات الكرفانية والمدارس الكرفانية خوفا على الأطفال وخوفا على المرضى والخوف من تكرار فاجعة الحمدانية. أما فيما يخص وضع القاعة، وصلتنا معلومات بأن الدفاع المدني انتشلوا بقايا لأشلاء جثث اليوم من تحت ركام القاعة بمساعدة بعض المؤسسات الخدمية والأمنية. في دائرة الطب العدلي يوجد ما يقارب 35 جثة مجهولة الهوية. وصل فريق من بغداد من الطب العدلي يحاول مساعدة عوائل الضحايا بالتعرف على
رفاد ذويهم. عصر اليوم تعرفت إحدى العوائل على أربعة من أفرادها وتأكدت منهم واستلمتهم ونقلتهم إلى الحمدانية من أجل دفنهم فيما تزال باقي الجثث موجودة. أيضا الطب العدلي استحدث شاشة كبيرة داخل البناية يعرض عليها صور الجثث من أجل عدم الدخول والخروج إلى الثلاجات بصورة مستمرة. يعرض صور الجثث وتقوم العوائل المعنية بالمفقودين بمشاهدتها لعلها تتعرف. بالإضافة إلى ذلك أن الفريق الذي وصل من العاصمة بغداد بدأ يأخذ البصمات الوراثية للقيام بفحص الDNA من أجل البحث عن مصير الجثث المجهولة ومعرفة عائديتها لمن، لأن بعض الجثث تفحمت بشكل كامل واختفت ملامحها بشكل كامل. نعم، مفادنا إلى الموصل أو إلى الحمدانية محمود الجمس، شكرا جزيلا لك.